بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بيكم تاني في النادي الأهلي في مؤتمر تقديم المدرب الجديد ريكاردو سواريز والجهاز الفني والمعاون بتاعه. في البداية بعد ما كابتن الخطيب ولجنة التخطيط قررت التعاقد مع جهاز فني جديد، كابتن الخطيب كلف لجنة ثلاثية للبحث عن مدرب مكونة من أنا عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التخطيط والأستاذ عمرو شاهين وأمير توفيق. جالنا أكتر من سي في، يعني جالنا سيفيهات كتيرة جدا. بدأنا نتكلم مع مدربين كتير، عملنا أكتر من زوم كول مع مدربين مختلفين يعني من جنسيات مختلفة لغاية ما استقرينا على أربع مدربين، يعني كان ريكاردو طبعا من ضمنهم. وحطينا قبل الكلام ده كله حطينا معايير اختيار المدير الفني للنادي الأهلي، وكل المعايير دي انطبقت طبعا على ريكاردو سواريز. بدأنا نتكلم معاه، أمير في توفيق في الأول اتكلم معاه زوم ميتنج، والراجل أبدى رغبة في التعاقد مع النادي الأهلي. بعد كده عملنا كمان زوم ميتنج أنا وأمير وريكاردو، وآخر مقابلة كانت مع كابتن الخطيب ومستر ياسين منصور آخر زوم ميتنج. واستقرينا خلاص على ريكاردو سواريز والجهاز الفني بتاعه يبقى هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. بصراحة الراجل ما تعبناش في الأمور المادية أو التفاوض خالص، كان مرحب جدا وعنده رغبة شديدة إن هو يتولى مسؤولية تدريب النادي الأهلي، وعارف يعني إيه نادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وحجم جمهور النادي الأهلي في المنطقة كلها. كان مرن جدا في التعاقد، وجاء وفعلا تم التعاقد وجاء مصر من يومين، قابل برضو مستر ياسين منصور كابتن الخطيب ويسر مستر ياسين منصور. احنا طبعا كلنا ثقة فيه وداعمين ليه بشكل كبير كمجلس إدارة في ظهره، وأتمنى طبعا جمهور النادي الأهلي يبقى داعم قوي ليه في الفترة اللي جاية. الراجل عارف حجم المسؤولية اللي هو فيها، وعنده طموح كبير انه يحقق نتائج كويسه جدا مع النادي الاهلي. اتمنى له التوفيق هو والجهاز الفني المعاون، ويحس ان هو في بلده تاني، يعني كلنا ان شاء الله معاونين ومساعدين ليه. واسيبه هو يقدم بقى الجهاز الفني بتاعه الجديد، وكل واحد وظيفته او مهمته ايه مع الفريق. وبرحب بيه وبتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في المرحله الجايه.